نشاط مياه أو قرينات تدل على الزواج كبيان المهر وإخبار الناس وفهم الشهود المقصود، لأن المطلوب التعرف على إرادة العاقدين وليس للفظ احتمال. وقد ورد في الشرع ما يدل على الزواج برفض الهبة. مقاصد تشريعه وغايته: أولا الاستجابة لله عز وجل. اثنين اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم. ثلاثة إحراز الدين وإكماله. أربعة حفظ النسل. والغاية من الزواج شرع الله سبحانه وتعالى الزواج وأقره بحكمة عظيمة، وكذلك لفوائد عديدة من عمارة للأرض عن طريق التناسل الشرعي وتكوين الأسرة المسلمة. الصالحة والقادرة على بناء المجتمع وحمايتها من الوقوع في براثن الزنا والعلاقات المحرمة. الحكم التكليفي له: بين علماء الأمة الإسلامية أن حكم الزواج في حق الرجل تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون الزواج واجبا أو مندوبا أو محرما أو مكروها أو مباحا. أما في حالة الوجوب فتكون عندما تتوق نفس الرجل إلى الزواج وتوفر القدرة عليه، ويخشى إذا تركه الوقوع في الزنا أما في الحالة التي تكون فيها الزواج مندوبا ومستحبا فتكون عندما تتوافر لدى الرجل القدرة على الزواج وتتوق نفسه إليه، ولكن بدون أن يخشى الوقوع في الزنا. أما الحالة التي يكون فيها الزواج محرما فتكون عندما لا يتوق الرجل إلى الزواج ولا تتوفر عنده القدرة على الإنفاق أو الوتر، باستثناء علم الزوجة بحال الزوج وراضية به. والحالة التي يكون فيها الزواج مكروها فتكون عندما يكون الزواج مقصرا في حقوقه الزوجية، عندما يكون الزوج مقصرا في حقوقه الزوجية من إنفاق أو وتر، ولكن يمكن أن يقع على الزوجة جراء ذلك، كأن تكون امرأة من صورة لا تتوفر لديها رغبة شديدة في الوقت. لك سنأتي لكل هذا إن شاء الله. يا أخي صمت كيف نسوي لك؟ الآية الثانية يا جماعة. الحالة التي يكون فيها الزواج مكروها تكون عندما يكون الزوج مقصرا في حقوقه الزوجية من إنفاق أو وطئ، ولكن بدون أن يقع على الزوجة ضرر جراء ذلك، كأن تكون امرأة بصورة لا تتوفر لديها رغبة شديدة في الوطئ وتشتد كراهية الزوج إذا شغل الرجل عن الطاعات والعبادات أو بحث العلم. أما الحالة التي يكون فيها الزواج مباحا فتكون عندما تنقضي موانعه ودواعيه. طيب، في القانون اليمني مادة 46 من قانون الأحوال الشخصية ينص: إذا كان بين الزوجين سبب من أسباب التحريم يفسخ الزواج. مادة 47 من قانون الأحوال الشخصية: لكل من الزوجين طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيبه إلى آخره. ايش العلاقة هذا بين هذا والحكم التكليفي؟ ما اتضح لي العلاقة بين القانون النصوص اللي انت اتيت بها على الفسخ. ايش دخل الفسخ؟ الحكم التكليفي ايش العلاقة بالفسخ يعني؟ هل جاء الفسخ لأنه مثلا مخالف لأحد من الأشياء؟ ايش السبب؟ ايش التوقيع؟ التوقيع في السوق، أول موانع الرابط اللي انت اتيت بهذه النصوص ما هو؟ عشان توضح لنا ما هو الرابط. انا تطرقت للقانون اليمني وتطرقت الى النص يدل على الفسخ، فانا اقصد ما الرابط بين الحكم التكليفي وبين الفسخ هنا؟ يعني بإمكانك تقول مثلاً الإخلال بواجباته الإخلال بواجب معين أو اتضح بأن هذه المرأة لا تحل له، فبالتالي في هنا شيء ممنوع. السلام عليكم. الله أكبر.
السلام ورحمة الله وبركاته. ثانيا تعريف الخطبة لغة بكسر الخاء طلب الرجل المرأة للتزوج منها وهي من باب قتل، يقال خطب المرأة إلى قومها إذا طلب الزوج منها واختطب. اصطلاحا يا شباب في فرق بين خطب منها وخطب بها يعني وخطبها أو أراد أن يتزوج منها أو يتزوج بها ولا ما فيش؟ إلا بها منها كان الناس يتزوج منك. وطلب المرأة ليتزوج بها. طيب اصطلاحا طلب الزواج ممن يعتبر منه وهي اتفاق مبدئي عليه ووعد بالزواج، وتعتبر الخطبة أولى خطوات الزواج. عند المالكية يقال بأنها إبداء الرغبة صراحة أو ضمنا بالوسائل المعروفة في التعبير عن الإرادة شرعا. عند الشافعية تعرف بأنها هي الرغبة في النكاح. شباب التعريف بهذه النقطة بالخطبة عندما يعرف بأنها هل يتوافق تعريفه مع واقعنا احنا للخطبة؟ ويقول لك طلب او رغبة، تمام؟ هل هذا الامر عندنا هو عندما ترسل الرسول، تمام، لي رغبة بكذا فهل تقبلون آتي؟ لكن الخطبة الرسمية لما يأتي بطريق رسمي يكون فيها إشارة وظهور وناس، فبالتالي يعلم الناس على أساس إنه ما يجيش يتقدم شخص آخر، تمام؟ فبالتالي الأول كأنه استئذان، هل تأذنون لي أن أتقدم بكذا؟ فإذا قالوا نعم قالوا لا، كل واحد راح يسمي حاله ما حدري. نعم ما حدري. طيب عند الشافعية هي الرغبة في النكاح وإظهار هذه الرغبة بالتعبير عن الإرادة تعبيرا صريحا أو ضمنيا، حيث يكون مفهوما بشرط ألا تكون المخطوبة محرمة مؤقتا أو مؤبدا، وأن طلب النكاح يوجه مباشرة إلى المخطوبة ويقصدها الخاطب بالطلب أو الكلام المتضمن إظهار الرغبة في النكاح، حيث تقبل طلبه أو ترفضه. عند الحنفية يعرف بأنها إظهار الرغبة وإبداءها في الزواج مما تحل شرعا بكل ما يفيد التعبير عن الإرادة من وسائل التعبير. فيقول ابن عابدين الحنفي رحمه الله عليه عن الخطبة أنها طلب التزوج ولا يتعين لها ألفاظ مخصوصة. في القانون اليمني عرف الخطبة مادة 2 طلب التزوج والوعد به، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا. أحكام الخطبة، أحكام الخطبة في الإسلام يا سيدي عندنا خير، تمام. بعض الطوائف يقول لك من نبدأ الفاتحة المسلم على اخيه المسلم الا ان يعلمه او يتركه معه. اذا مكتوب بالقانون اللي هو الشخصين اقلتونا في المادة ماشي. طيب احكام الخطبة، احكام الخطبة في الاسلام انها طقس مشهور يؤكده الفقه ويستحسنه لما يمنحه للمخطوبين من فرص اكتشاف بعضهما البعض لتحقيق الانسجام والتفاهم بينهما في حدود الحشمة والوقار، ولا يجوز للخاطب أن يخلو بالمخطوبة ولا يخلو معها إلا في وجود محرم، كما عليه ألا يطلع إلا على وجهها وكفيها ولا أن يلمسها أو أن يصافحها، وعليها ألا تتعقى، وكذلك أنها لا زالت وذلك لأنها زالت لأنها لا زالت أجنبية عنه حتى أن يتم إبرام عقد الزواج. الوجه والكف ممكن. طيب عند جمهور المالكية ما تقدرش لا لا ما تقدرش تجيله والله. يعني مهما كان يعني
نعملش وقد عقد مش خاطر العقد والله ناديه وقد عقد عقد شرعي قل له ما تشي اللي بتكلمه تشي اللي حتى الان بعدين روح محل الشيء اشتري روح نكسيد ما فيش والله ناقدر هو عاقد وصل هذه لي على لما تكمل الناس عقد واستوى عقد وخسر تدري بعد ما يصير من المصايب والله كلمة في الطلاق عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وأكثر الحنفية يقول بأنه إلى جواز التعليم لها بالخطبة بعموم الآية الكريمة وقياسا على المطلقة ثلاثا ولأن سلطة الزوج قد قياسا على المطلقة ثلاثا من هي دي؟ الخطبة لماذا؟ التعليم التعليم على التعليم المخطوبة الفاضية هذه ما حد يخالف فيها ما عاد يحتاج اشتياء ثانيا المطلقة ثلاثا فيها خلاف نفسي كيف يقص عليه المصرح في بيت المهم اللي توفى عنه توفى في القانون اليمني مادة 2 يدخل في حكمها قراءة الفاتحة مادة 3 تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة مادة 4 لكل من الخاطئين العدول على الخطبة 2 يرد كل من العدل على الخطبة الهدايا بعينها إذا كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القضاء الفحص التربيع قبل الزواج العدود 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 الفحص التربيعي قبل الزواج المراد بالفحص لغتان شباب كل ما قيل وسنقول حتى انا سيكرر هذا الكلام اللي قاله زميلكم واخوكم السابق هل انتم تعرفوا وتطبقوا في حياتكم سواء كتطبيق كاجوالي او كمعظمكم موظفين في المحاكم اما يعني كتبه او قضاه او محامي فهذا امر سهل ركزوا لنا في هذه النقطة الأخيرة الفحص ركزوا لنا في النقطة الأخيرة وإذا استطعنا أن احنا نتوصل فيها حتى لو طلعنا نطلب يعني كتابات فيها تمام بحيث أنه إيش الفائدة وإيش كذا فإذا توصل لسه بإمكانكم أنتم اليوم أتم يعني يكسب القضاء المطالبة بسن ماذا تلزم بهذا الأمر؟ يعني كم من الناس الآن ترى أطفال وأسر تعاني وتضخ ملايين الريالات وملايين الدولارات لأجل التداوي مع أنه كانوا قادرين على أنه يعيش يتداوى هذا بالفحص فإذا كانوا الاثنين حاملين لهذا المرض طبا اي مهر وحدق وطب المريض اي داواه وعالجه